المهم اليوم هو يوم طبي كيدخل ضمن فعاليات الايام ايام انسانيه ضد العنصريه اللي كتنظمو منظمه بدائل الطفوله والشباب دائما بشراكه مع وزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج وشؤون الهجره وبشراكه مع عماله محمديه والجامعه الحضريه واسودين محمديه لمسانده مرضى السكري. الايام الانسانيه ضد العنصريه كتدخل في اطار الانشطه التربويه الثقافيه اللي كتنظمها منظمه بدائل. اليوم كيف ما كتشوفوا عندنا اليوم الطبي اللي كنقوموا فيه بفحوصات طبيه في داء السكري وفي الضغط. من بعد غادي يكون عندنا انشطه للاطفال فيها ورشات فيها نشيط ديال البهلوان ومجموعه من الفقرات بالاضافه الى الجوائز اللي غتقدم للاطفال اللي غيكونوا متميزين في المسابقه اللي غتقام في الرسم وفي المعامل اليدويه. وغدا ان شاء الله غادي يكون الاختتام بواحد الحفل ديال الاختتام اللي غيكون بساحه مسرح عبد الرحيم بوعبيد اللي سميناه حفل فولكلور اللي غيشاركوا فيه مجموعه ديال الفقرات من افارقه جنوب الصحراء بالاضافه الى مجموعات مغربيه محليه من مدينه المحمديه. يعني كيف جات الفكره ديال تنظيم هذه الايام هذه؟ هو الفكره احنا دائما وراء السياق العام اللي كتنهجوا المملكه مع الافارقه جنوب الصحراء داخل المغرب واحترامهم بالاضافه الى اننا لاحظتوا الشعار اللي اتخذناه هو لنعيش انسانيتنا، يعني احنا كمغاربه خاصنا نعيشوا هذيك الانسانيه ديالنا، نعيشوا متسامحين داخل المغرب، نعيشوا في جو يسوده الامن والامان. شكرا لكم. اتيدي ايسي دو لا ليسانس جوسكو ماستر، جي في لو دروا دي زافير، مي سي ما بريميير فوا داسيستي ا ان ايفينمون باغي. Pendant mes 5 ans, je n'ai jamais assisté à un événement qui réunit les Marocains et les Subsahariens. Je m'appelle Memouna Toukonde, nationalité guinéenne. Je suis très impressionnée, très contente avec l'événement. Je me suis donnée à fond pour que les Africains, l'Afrique subsaharienne puisse en bénéficier des soins. Et en plus, pour que nous soyons intégrés de façon rationnelle et que le Maroc et la Guinée, mon pays, soient un même pays, indivisible, c'est notre vœu, tous les subsahariens aujourd'hui. Je suis très, très contente, très, très émue. Je remercie les organisateurs. Je remercie les gens, l'association et les gens qui ont eu le courage de se déplacer pour venir ce matin assister et participer à cet événement. Je vous remercie. Je m'appelle Mohamed Rouet, Naïb Raïs, Jamiat Moussanad Mardas Sukari, le Mohamedia. Nous sommes en train de Jamiat Badaïl. Nous sommes en train de faire المهاجرين واللاجئين بالمغرب وبعض الأطفال المغاربة. هذا نشاط كتقوم به جمعيه بدائل اليوم مخصص لانشطه طبيه. طبعا الهدف ديالو هو محاوله المساهمه في ادماج هاد المهاجرين في الوسط في المجتمع المغربي وتحسيسهم بانهم مرحب بهم، فهمتي، عندهم مكانهم وكنهتموا بهم. حنا كنقوموا طبعا حنا كجمعيه المرضى السكري اليوم كنحاولوا نديروا نقيسوا لهم نسبه السكر في الدم باش نكشفوا على الا كانوا مصابين بمرض السكر. نفس الشيء كنقيسوا لهم الضغط الدموي للكشف عن امراض الضغط. طبعا كتكون داخله في هذا الاطار ديال هذه الانشطه الموجهه للمهاجرين ولاجئين، منهم امهات، منهم رجال، اباء، ومن فيهم اطفال. طبعا كاين بالنسبه للبالغين كاين هذا الانشطه ديال التحسيس والفحص الفحوص الطبيه، والاطفال كما شفتوا ليه كاين انشطه تربويه وانشطه ترفيهيه. يعني انتم يعني كيف شفتوا بحال الانشطه اللي كديروا من جمعيات بحال جمعيه البدائل؟ كيفاش؟ كيف شفتوا بحال الانشطه اللي كدير؟ لا طبعا كنعتقد هذا هو الدور ديال المجتمع المدني والدور ديال الجمعيات اللي كتحترم نفسها واللي هذه المهام ديالها. هذه هي مهام كتقوم بانشطه اللي كيستافدوا منها فئات متعدده من المجتمع اللي زعما كاين الدوله ما تقدرش تكفل بهم. كاين انشطه ماشي مهام ديال الدوله، هذه انشطه ديال الجمعيات المحترمه، وهذا الشيء اللي خصها تقوم. الجمعيات والجمعويين خصهم يقوموا بهذا النوع ديال الانشطه الموجهه اللي كيستافدوا انشطه غير زعما مدره للداخل ولكن كيستافدوا غير مربحه ولكن كيستافدوا منها فئات معينه من الساكنه. نو سا فا بليزير، سي فومون جونتي، سا فا بليزير، سورتو كو جو سو ايك لونفون، فور موا سي فومون بيان.